احد المواقع الالكترونيه المغربيه شوف تي في مع الاخت ماريا. وطبعا سبحان الله انا كنقول احنا كنقول المغاربه لسان ما فيه عظم. فطرحت عليه هي سؤال وانا جاوبت يمكن بحسن نيه او سبونتاني بحال اللي كيقولوا، لكن لسانك حصانك اكيد. ومرات الانسان كيزل او ما كيتوقعش الناس كيف راح تفهم هذا الكلام اللي قالوا او الجواب، وتفاجأت بالكم الهائل من الانتقادات اللي جاتني من كل دول الخليج صراحه، وزعلت وضايقت اكيد، لان في النهايه حتى لو انا دمي مغربي في النهايه انا هواي اماراتي وهواي خليجي، لان الوالده مغربيه وعندها جواز اماراتي، اخوتي اماراتيات وعايشه في الخليج، جمهوري خليجي. يعني ما اقدر انكر ان بداياتي كانت في الخليج كفنانه، واول دعم جاني من الجمهور الخليجي، فانا ما اقدر في النهايه اغلط على جمهور ساعدني ان تكون لي بصمه نوعا ما، خلنا نقول في المجال الإعلام أو مجال التمثيل أو حتى الغناء. حتى لو الواحد ما كانش يقصد شي حاجة، لكن أنت ضايقته بكلامه لازم أنك تعتذر. يمكن أنا ما كان قصدي هذا الشيء، يمكن أنا تكلمت بعفوية، لكن بما أن الإنسان أو الشخص الثاني تضايق فلازم أعتذر. هذا طبعي وهذه أخلاقي، وانا ما جيتش باش ندير فتنه او ما جيتش باش ندير مشكله او ما جيتش باش نقارن بين المراه المغربيه والمراه الخليجيه. عفوا، احنا كلنا عرب وكلنا اخوان في النهايه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.